اليوم في هذا الفيديو غادي نجاوب على بعض الاسئله كيطرحوها ليا الناس بزاف، بحال مثلا شنو هو الوقت المزيان اللي نقدروا ناكلوا فيه السحور. الوقت اللي خاصنا ناخذوا فيه السحور هو 30 حتى 40 دقيقه قبل من الفجر. قد ما تعطلنا باش ناخذوا السحور قد ما مزيان، وذلك قد المستطاع، حيت الماكله قد ما كانت معطله قد ما تبقى لينا بزاف في المعده وقت قصير خلال النهار. يمكن بعض الناس ما كيفيقوش باش ياخذوا السحور، ولكن خاصهم يديروا لو ريفي حيت هي اهم وجبه في اليوم الشهر الكريم ديال رمضان، حيت هي اللي تعطينا هذيك الطاقه او الانرجي اللي خاصنا باش ندوزوا النهار اللي يقدر يكون طويل. بعض الناس كيسولوني واش يمكن لهم ما يفيقوش للسحور. مره اخرى كنعاود لكم، انا السحور هي اهم وجبه في اليوم في رمضان، حيت كتعاوننا تبقى عندنا ديك الكميه الكافيه ديال الانرجي النهار كامل. اذا من ضروري خاصنا ناكلو في السحور، حيت هاد الوجبه كتعطينا التغذيه الاساسيه اللي باش نواجهوا العيا ديال النهار كامل، وكذلك نتجنبوا العيا، صداع الراس، ولا النعاس اللي السبب ديالهم هو الجوع في غالب الاحيان.